هو كان معينه ومصدر ونبع إلهامه، يا إما قصصه مع عشيقاته أو همومه اللي كان بيشوفها مع الناس في الشارع المصري. في محطة مهمة في حياة سيد درويش الحقيقة مع ثورة 19. هو قبل ثورة 19 كان بيغني أغاني ربما عاطفية فيها هجر الحبيب وكذا. الشيخ يونس القاضي قايل في مذكراته كلام مهم، بيقول الشيخ يونس القاضي، خدوا بالكوا، أحد مؤلفي الأغاني الهابطة في تاريخ الغناء الهابط، ثم تاب عن تأليفه بعد ذلك بعد أن تولى منصب الرقيب على الأغاني. الشيخ يونس القاضي كان قاضي شرعي وكان بيكتب باسم مستعار، هو اللي ألف لمنير المهدية الأغاني تعتبر في عرف النهاردة خارجة على الآداب. هو اللي مثلا ألف الطشت قال لي، الطشت قال لي حلو، قال لي يونس تحمي، ده تأليف يونس القاضي. هو اللي إرخ الستارة اللي فرحنا لحسن جيراننا تجرحنا. في بعض الأغاني اللي أنا شخصيا ما أقدرش أقول كلماتها دلوقتي وموجودة في التراث الغنائي المصري في منتهى الهبوط بالمناسبة، ألفها يونس القاضي ولحن بعضها سيد درويش. فيما بعد سيد درويش قال ليونس القاضي احنا مش هنلحن ولا هنكتب كلمات من دي. ويونس القاضي لما مسك الرقابة اصدر قرار بمنع ترديد الاغاني اللي هو نفسه ألفها. يونس القاضي بيقول في مذكراته انه بعد ثورة 19 او يعني قبيل انفجار الثورة، في الثورة كانت في مارس، قال في اخر فبراير اجتمعنا وزورنا زعيم الأمة سعد زغلول، كان ساعتها معتقل، هو زار يعني الثوار في بيت الأمة، وقالوا احنا هنعمل أغاني وطنية. انضم لهم نجيب الريحاني وبديع خيري وبدأوا يألفوا أغاني لثورة 19، بل إنه سعد زغلول وسيد درويش هم أصحاب فكرة الصورة الشهيرة يحيى الهلال مع الصليب اللي مسك فيها الشيخ القياتي شيخ الازهر الانبا جرجيوس في صوره شهيره، وقعدوا يرددوا يحيى الهلال مع الصليب في مظاهرات ثوره 19. ودي مرحله فارقه في حياه سيد درويش لما بدا يعمل اغاني وطنيه. قوم يا مصري، مصري دايما بتناديك، انا المصري كريم العنصرين، وغيرها من المرشحات اللي كانت بتبث روح الوطنيه المصري. الشعب المصري اندمج جدا مع اغاني سيد درويش وبدا يلهب بالحان حماس المصريين ويخرجوا في مظاهرات يرددوا كلمات سيد درويش. المندوب السنه البريطاني في قصر الدباره تنبه لهذا، يعني لما يقول احسن جيوش في الامم جيوشنا، لما يقول احنا الجنود زي الاسود، لما يقول استعجبوا يا فندية ده مش عارف ايه بقى بروبية، بينتقد الاسعار، لما يقوم البوابين والبياعين ان هم يندمجوا ليقفوا يد واحد ضد المستعمر البريطاني، الجرسونات نفس الشيء، التحفظية، الفلاحين، لما يسخر من جيش الانجليز وهو راجع بعد ان منيا بهزائم في عده اماكن، كل ده كان بيستفز مين؟ كان بيستفز المندوب السامي البريطاني. فقرر المندوب السامي البريطاني انه يضع رقيب على شغل سيد درويش ونجيب الريحاني اسمه مستر هورن. فالمصريين لما كانوا يتخانقوا يقول ملعون ابوك يا هورن، او يقول له يا ابن الهورن. دي من ضمن يعني العلاقة الفورية اللي بين المبدع والشعب، بين سيد درويش وبين الجماهير. هورن أصدر قرار بغلق مسرح نجيب الريحاني اللي بيتقال عليه أعمال سيد درويش. خدوا بالكم نجيب الريحاني كان بدأ ينتج أعمال كاملة مش ممكن حتى ما يشتغلش فيها، يعني أنتج الباروكة مثلا بتاعة سيد درويش وإخراج عزيز عيد وخسر فيها، بس كانت بتقول رساله وطنيه ضد الاستعمار في هذا الوقت. مستر هورن اغلق مسرح نجيب الريحاني وقال ممنوع نجيب الريحاني، ممنوع سيد درويش، زي بالظبط ما منع المصريين هم يغنوا لسعد زغلول. فيعمل ايه سيد درويش ونجيب الريحاني؟ قرروا يسافروا.
يعرضوا مسرحياتهم بره مصر. والغريب انه فعلا نجيب الريحاني وسيد درويش سافروا مره شمال افريقيا، مره تونس والجزائر، مره بلاد الشام، وكانوا بيجدوا هناك ناس من الفنانين من اهل البلاد دي بيقلدوا نجيب الريحاني وسيد درويش. ولدرجه انه في احدى المرات نجيب الريحاني وجد من يقدم كشكش به ويقدم اغاني سيد درويش، وكانوا بيضحكوا ان هم بقى لهم نسخ غير اصليه في هذه البلاد. وبالفعل بدا سيد درويش مع بديع خيري ونجيب الريحاني يعدوا اوبريت لاستقبال سعد زغلول. وكان كلام هذا الاوبريت في منتهى الروعه، ولدرجه انه سيد درويش اصر انه يكون في مينا اسكندريه ومعه زملائه في استقبال سعد زغلول يرددون هذا النشيد اللي بيعد احد ايقونات الاناشيد الوطنيه في تاريخ سيد درويش، اللي بيقول فيها: مصرنا وطننا سعدها املنا، كلنا جميعا للوطن ضحيه، اجمعت قلوبنا هلالنا وصليبنا، ان تعيش مصر عيشه هنيه. وبيقول: يا مصر بعدك ملناش سعادة لولا اعتقادنا بوجود إلهنا، كنا عبدنا النيل عبادة، مصرنا سعدنا أملنا، كلنا جميعا للوطن ضحية، أجمعت قلوبنا هلالنا وصليبنا، أن تعيش مصر عيشة هنية، حبك كفاية ملوش نهاية، كل مزايا من فضل ربي، مهما أسينا مفروض علينا موت المجاهد من غير ذنب، مصرنا وطننا سعدها أملنا، كلنا جميعا للوطن ضحية.